وهاي بداية حياتي الزوجية. هسا هاي اكلها ابكي عليها. اعتبرها مستوية زايد. هسا شو اسوي بيها؟ افشخ روحي؟ هذا الموجود. ومن يجينا الخطار كنا نتبهدل. تعال تعال. مو عزمت اصدقائك؟ تفضل اغسل مواعين. إيه، انت غسلي مواعين اصدقائي وانا اغسل مواعين صديقاتك. شنو رايك بالفكره؟ كانت حصره بقلبي اشرب مي بارد. هذا من الراديتر؟ وهسه من اشترينا اجهزه الريان هواي مشاكل عندنا انحلت ورجعت علاقتي بزوجتي وبالدجاج. وبفضل الريان حياتنا صارت انظف واحلى وصارت نظيفه وتلمع. واهم شيء المي بارد.